بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من الفصل الثالث لمادة الشبكات. وصلنا إلى Network Protocols، بروتوكولات الشبكة. طبعا حتى يتم الاتصال بين الأجهزة بشكل ناجح لابد أن يتوفر هناك مجموعة من بروتوكولات الشبكة، يسموها Network Protocol Suite، اللي هو طقم بروتوكولات الشبكة اللي يجب أن يصف بصورة دقيقة كل متطلبات عملية الاتصال بين طرفي الاتصال. فبروتوكولات الشبكة راح تعرف هنا الشكل أو التنسيق النهائي أو التنسيق العام للرسالة، وما هي مجموعة القواعد المتبعة حتى تتم عملية تبادل الرسائل بين الأجهزة. هناك بعض الأمثلة للبروتوكولات مثل بروتوكول الـ IP، بروتوكول الـ HTTP، بروتوكول الـ DHCP. كل بروتوكول خاص بعملية معينة يضع قواعد معينة حتى يتم على وفقها تهيئة الرسالة للإرسال. فمن المهام اللي تقوم بها البروتوكولات أنه أولاً كيفية تنسيق الرسالة أو بنائها، اللي هي how the message is formatted or structured، يعني كيفية تنسيق الرسالة أو بنائها. هنا أكيد الرسالة من تجي اللي هي عبارة، خلينا نقول عن صورة، عبارة عن صوت، عبارة عن فيديو، عبارة عن ملف معين، PowerPoint، Word، أي شكل من الأشكال، هي هذه تعتبر رسالة. هذه الرسالة لازم يتم تهيئتها حتى من نرسلها على وساط النقل تتقبلها وساط النقل. فهنا يجي دور البروتوكولات اللي تهيئ هذه الرسالة وتقوم بعملية بنائها أو تركيبها بشكل معين يلائم عملية النقل. إذن هناك مجموعة من القواعد، مجموعة من الشروط اللي واجب توفرها حتى تتم عملية الإرسال. بعد الشغلة الثانية أنه تقوم بعملية اللي تقوم الأجهزة الشبكة من خلاله بمشاركة معلومات عن المسارات مع الشبكات الأخرى. يعني أنا عندي مجموعة من المسارات، هذه المسارات ممكن يكون بها خلل، فهنا لازم أكو طرق حتى أعلم الشبكات الأخرى أنه هذه المسارات صار بها خلل معين. بعد أنه ممكن أنه نعرف كيفية تمرير رسائل الخطأ ورسائل النظام بين الأجهزة وتوقيتاتها. أكيد من الصير عملية إرسال رسائل أو الشكل العام للشبكة أكيد أكو أخطاء، أكو مشاكل، أكو تنسيق بين أجهزة الشبكة. فلازم هنا شنو عندنا؟ عندنا رسائل خاصة بهذه الأجهزة. وآخرا أنه إعداد جلسات نقل البيانات وإنهائها، يعني يمتى أبدي أسوي جلسة إرسال للبيانات ويمتى تتم عملية إنهاء هذه الجلسات. هذه من الأمور اللي يجب أن تقوم بها طبعا البروتوكولات. طبعا عندنا بروتوكولات اللي هو بروتوكول الـ IP، وبروتوكول الاي بي عندنا نوعين من عنده، عندنا الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. ان شاء الله من نتقدم من المحاضرات راح نعرف شكل كل واحد من هذه الاي بيات. اوكي، نوصل الى الانتركشن اوف بروتوكولز، التفاعل بين البروتوكولات. هناك مثال لاستخدام طقم البروتوكولات في شبكات الاتصال. هنا راح يتم عملية الاتصال بين السيرفر، عندنا ويب سيرفر وعندنا الويب كلاينت. عملية الاتصال بيناتهم والتفاعل بيناتهم لازم تمر بمجموعة من الخطوات، مجموعة هنا راح نشوفها انه مجموعة من البروتوكولات اللي راح تتدخل حتى تتم عملية الاتصال. هذه البروتوكولات موضوعة ضمن طبقات معينة حتى طبعا سهولة فهمها. راح نقسم الشبكة الى مجموعة أو عملية الاتصال إلى مجموعة من اللايرات اللي من خلالها نقدر نتعرف على دور كل طبقة من هذه الطبقات. فمثلا عندنا الابليكيشن بروتوكول. الابليكيشن بروتوكول يعني بروتوكولات طبقة التطبيقات اللي
كمثال عليه هو الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول ال HTTP اللي هو بروتوكول ينظم عملية الاتصال أو نقل البيانات، نقل الرسائل بين الويب سيرفر وبين الويب كلاينت. فهنا يحدد بروتوكول ال HTTP محتوى الطلبات اللي نريدها من الويب سيرفر ومحتوى الردود المتبادلة بين السيرفر وبين الكلاينت، ويقوم بتنسيق هذه العملية بشكل يضمن وصول الطلبات والردود بين السيرفر وبين الكلاينت. طبعا تقوم برامج السيرفرات بتطبيق بروتوكول الـ HTTP. اوكي، هذا وين موجود؟ موجود في طبقة التطبيقات، طبقة التطبيقات بالابليكيشن لاير. زين، عندنا بعد الترانسبورت بروتوكول. الترانسبورت بروتوكول هو بروتوكول النقل، بروتوكول TCP. هنا اكو طبقة اسمها ترانسبورت لاير يشتغل بها بروتوكول اسمه ترانسميشن كنترول بروتوكول او TCP. هذا TCP وظيفته هو انه ياخذ الرسالة ويجزئها الى سيجمنت، يجزئها الى اقسام، الى اجزاء، وكل جزء من هذه الاجزاء يتم ارساله الى الطبقه الادنى من عنده اللي هو الانترنت بروتوكول IP. هنا اجت لي سيجمنت، يعني جزء من الرساله اجى لي طبقه الانترنت. هذه الطبقه يشتغل بها بروتوكول IP. هذا البروتوكول IP راح يضيف الى السيجمنت اللي اجالي من طبقه الترانسبورت بروتوكول او الترانسبورت لاير، يضيف لها مجموعه من الاجزاء. هذه المجموعه مثلا عناوين الاي بي للمرسل والمستلم، فهنا راح يضيف مجموعه من المعلومات اللي ممكن من خلالها انه من ارسل الرساله تتعرف عليها الاجهزه الوسطيه ويتم ارسالها بصوره صحيحه وناجحه لمن؟ الى الطرف الاخر. بعد ذلك عندنا Network Access Protocols اللي هي بروتوكولات طبقة الوصول اللي موجود. هذه البروتوكولات من مهمتها انه تحول السيجمنت اللي اجالي، او طبعا بالانترنت بروتوكول صار عندي ما يعرف بالباكيت، الرزمة انضاف لها هيدر بعناوين الاي بي مالت السورس والديستنيشن، وبالنتورك اكسس بروتوكول هنا راح يصير عندي فريم، هذا الفريم بعناوين الماك ادرس اللي راح ترسل الرساله بين اقرب طرفين، يعني المرسل واقرب طرف اليه، اقرب جهاز روتر اليه. فهنا هذا الروتر اللي راح يرسله هنا احتاج الى ما يعرف بالماك ادرس. هنا راح ينضاف بالنتورك اكسس راح ينضاف جزء جديد، هيدر جديد المن للباكت، فراح يصير عندي ما يعرف بالفريم. هذا الهيدر الجديد بعناوين الماك ادرس للاجهزه الموصوله مباشره بالجهاز المرسل. اذا صار عندي هنا تلاحظ عندي بروتوكول او عندي بروتوكول سويت، طقم بروتوكولات موجود. هذا طقم البروتوكولات يتعاون فيما بين هذه البروتوكولات حتى ترسل الرسائل بين الأجهزة. تلاحظ هنا أنا عندي الويب سيرفر، ويب سيرفر حسب هذا الشكل، وعندي الكلاين سيرفر، وبيناتهم طبعا أجهزة وسطية اللي هو الإنترنت خلينا نقول، وبأجهزة وسطية مجموعة من الروترات. أوكي، فهنا الكلاينت اللي هو راح يشغل برنامج اسمه الويب سيرفر اللي هو الجوجل كروم، الفايرفوكس، أيا كان. بعد ما شغله راح يطلب طلب مثلا من السيرفر انه يحتاج الى صفحه معينه، مثلا يدخل على شركه معينه او يدخل على البصره يونيفرسيتي ويب سيرفر او ويب بيج. اوكي، فيطلبها من السيرفر. هذا السيرفر ايش راح يسوي؟ راح ياخذ هذه الطلب ويترجمه ويفهمه، وبعدين يلقى الويب بيج اللي نحتاجها ويرسلها مره اخرى الى الكلاينت. طبعا هنا هذه عملية الاتصال راح تتم عن طريق البروتوكول ستاك او البروتوكول سويت. هذا البروتوكول سويت مجموعة من الطبقات ومجموعة من البروتوكولات، كل بروتوكول يقدم خدمة للبروتوكول الادنى من عنده. اوكي، او البروتوكول الادنى من عنده يقدم خدمة للبروتوكول الاعلى من عنده. فمثلا هنا بطبقة التطبيقات بالابليكيشن لاير عندنا بروتوكول الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول اللي هو بروتوكول نقل النص التشعبي اللي موجود بالويب سيرفر. اوكي،
بالترانسبورت لاير راح نستخدم بروتوكول تي سي بي اللي هو قلنا يسوي لي سيجمنتيشن لمن الى الرساله اللي جايه من الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، وبعدين يوديها الى الانترنت لاير اللي هو بيها موجوده الانترنت بروتوكول، راح يضيف له هيدر، هذا الهيدر يعني ترويسه الى الرساله الى السيجمنت اللي اجالي بيها عنوان المرسل والمستلم، عنوان الاي بي مال المرسل والمستلم. بعد ذلك صار عندي باكيت هنا، هنا يسمونه باكيت، هنا يسمونه سيجمنت. بعد ذلك راح يرسل هذا الباكيت الى الطبقه الادنى من عنده اللي هي طبقه النتورك اكسس او الايثرنت، اللي راح تغلفها ايضا تضيف له هيدر بالماك ادرس للاجهزه القريبه من الكلاينت، وبذلك صار عندي هنا ما يعرف بالفريم. هذا الفريم راح يتحول طبعا الى نبضات كهربائيه او الى نبضات ضوئيه او الى نبضات كهرومغناطيسيه حتى يرسل على الوايرلس حسب نوع الميديا ترانزميشن اللي نحتاجها. طبعا بهذا الشكل تلاحظ هنا راح نضيف مجموعه من البيانات او مجموعه من المعلومات المن الى الرساله. فهنا عندنا نتورك ادرس اند داتا لينك ادرس، يعني في طبقه النتورك ادرس راح اضيف ما يعرف هذا النتورك ادرس، راح اضيف ما يعرف بالديستنيشن اند سورس لوجيكال انترنت لوجيكال نتورك ادرس. هنا راح اضيف عناوين الاي بي اللي هي عناوين تكون منطقيه، بعدين راح نتعرف شنو معناها الاي بي وشنو عناوين الاي بي. بالديتا لينك هنا راح نضيف عناوين تسمى الفيزيكال ادرس اللي هي عناوين الماك ادرس، ايضا راح نتعرف عليها ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. وعندنا ايضا في الفيزيكال لاير، الفيزيكال هنا اللي هي النبضات الكهربائيه، النبضات الضوئيه، ايضا هنا راح كيف راح تتم عمليه الارسال. طبعا اكو اجهزه، هذه الاجهزه راح تحول البتات الى نبضات كهربائيه او الى نبضات ضوئيه، اوكي؟ فهنا لازم انا ارتب عمليه التايمينج، ارتب عمليه السنكرونايزيشن بيتس، كيفيه الارسال والتزامن بعمليه الارسال. بعد ذلك بين ترانسبورت لاير، احنا قلنا هذا الترانسبورت لاير مسؤول عنه بروتوكول التي سي بي اللي هو يقوم بعمليه تقسيم الرساله الى مجموعه من السيجمنتس. وايضا بالترانسبورت لاير ايضا نخلي فد هيدر، هذا الهيدر هو رقم البورت اللي اجت من عند الرساله او اللي راح تروح للرساله. هذا البورت يمثل نوع التطبيق المستخدم اللي انشا هذه الرساله، مثلا الوورد الى بورت خاص، الايميل الى بورت خاص، التطبيق المستخدم في انشاء هذه الرساله، كل تطبيق الى بورت خاص به. وبعد ذلك عندنا الابر لايرز اللي هي طبقه التطبيقات الابلكيشن لاير اللي من خلالها سوينا الرساله باستخدام مثلا الفوتوشوب، سوينا صوره وهذه الصوره هي اللي راح تكون الرساله، او بالوورد سوينا ملف من نوع وورد هو اللي راح تكون هاي الرساله اللي راح نرسلها، او بالباوربوينت سوينا ملف ايضا راح. فاذا الرسائل هنا متعدده، ممكن تكون صوره، ممكن تكون فيديو، ممكن تكون ملف نص، ملف بصور وفيديو، باي شكل من الاشكال. فهذه هي مجموعه العناوين ومجموعه المعلومات. طبعا اكو معلومات اخرى راح نضيفها راح نتعرف عليها بالمحاضرات القادمه ان شاء الله. راح نشوف انه هذه هي العناوين اللي احتاجها حتى ارسل الرساله، حتى اخليها بالرساله، اضمنها ضمن الرساله وارسلها على الشبكه. من ارسلها على الشبكه راح تتلقاها الاجهزه الوسطيه، وهذه الاجهزه الوسطيه راح تحلل هذه المعلومات وترسلها الى الطرف اللي احنا نريد توصل له هذه الرساله. بروتوكول سويتس اند اندستري ستاندردز، طقم البروتوكولات ومعايير الصناعه. اكيد انه قلنا سابقا انه البروتوكول سويت هو مجموعه من البروتوكولات اللي تعمل مع بعضها البعض حتى توفر خدمه اتصال كامله للشبكه. فالبروتوكول سويت ممكن ان يخصص من قبل مجموعه من المنظمات الخاصة بهذه الستاندرز، يعني تطور من قبل مجموعة من المنظمات، أو ممكن أنه المزودين الفيندرز، المزودين أو البائعين أو المصنعين هم اللي يقومون بعملية وضع هذه المواصفات. طبعا إذا كان المزودين
هم اللي يقومون بوضع هذه المواصفات. ممكن أن تختلف الستاندردز من مزود إلى آخر، وبالتالي ممكن أن تكون الأجهزة غير متوافقة مع بعضها البعض، وممكن أن الشبكة ما تعمل بصورة صحيحة. لذلك تسعى منظمات عالمية أن توضع خصائص أو مواصفات عالمية موحدة حتى يكون المزودين أو البائعين أو المصنعين يتبعون هذه الخصائص، وتكون هذه الخصائص مفتوحة المصدر، فيتبعون هذه الخصائص حتى يصنعون هذه الأجهزة، وبالتالي تكون هذه الأجهزة بكل العالم متوافقة مع بعضها البعض، وممكن أن ترتبط وتعمل الشبكات بصورة سليمة وبدون أي مشاكل. من أشهر هذه البروتوكولات مثل ما عرفنا بروتوكول TCP/IP. بروتوكول TCP/IP اللي يتكون من مجموعة كبيرة من البروتوكولات اللي ممكن من خلالها انه المزودين يصنعون على اساس هذه الستاندر الخاص بالتي سي بي اي بي. طبعا اكو ستاندرات اخرى موجوده مثل ستاندر الابل توك، لاحظيناه بهذا الشكل، عندنا ستاندر اسمه الايزو، ستاندر عندنا ابل توك، ستاندر اسمه نوفل نتوير. اكو ستاندرات خاصه بشركات معينه تكون خاصه اوكي ما تعمل على غير شبكات، وانما شبكه خاصه بهذا الستاندر، واكو شبكه لا عامه مثل بروتوكولات التي سي بي اي بي تكون مصنعه لغرض ان تكون الشبكات اللي ترتبط بها او الستاندر الخاص بالتي سي بي اي بي يكون عام، ممكن ان يعمل في اي شبكه، ممكن ان يرتبط باي شبكه. لكن مثلا الابل توك هذا خاص، إلا شبكة من نوع أبل توك وأجهزة من نوع أبل توك يلا تشتغل، ما تقدر تربطها بشبكة من نوع TCP/IP. أوكي، لتقريب المفهوم لكم. فTCP/IP تلاحظ أنه متكون مجموعة من البروتوكولات ومجموعة من الطبقات، كل طبقة لها بروتوكولات خاصة بها. مثلا طبقة الابليكيشن بها بروتوكول HTTP، بروتوكول DNS، بروتوكول DSCP، بروتوكول FTP، بالترانسبورت لاير عندنا TCP/UDP، بالإنترنت لاير عندنا الاي بي فيرجن 4، الاي بي فيرجن 6، الاي سي ام بي فيرجن 4، الاي سي ام بي فيرجن 6 عفوا. بالنتورك اكسس عندنا الايثرنت، عندنا البير تو بير بروتوكول، عندنا الفريم ريلي، عندنا الاي تي ام، الوايرلس لان. فاذا هذه البروتوكولات اللي موجوده ضمن هذه الستاندرد، هذه الستاندرد اللي يسموها الاندستري ستاندرد، يعني صناعه او معايير الصناعه. نجي الى TCP/IP بروتوكول سويت اند كوميونيكيشن بروسيس. طبعا TCP/IP بروتوكول مثل ما قلنا هو بروتوكول مفتوح المصدر، ممكن اي مجهز او اي مصنع ياخذ المواصفات الخاصه بهذا البروتوكول ويقوم بتصنيع الاجهزه الخاصه به، وبعد ذلك هذه الاجهزه يتم ربطها بالشبكه، ممكن تكون هذه الاجهزه ما بيها اي مشاكل لانها متوافقه جميعها مع بروتوكول TCP/IP. طبعا هذا تقوى البروتوكول بروتوكولات الخاصه TCP/IP اللي هو يتكون من مجموعه كبيره جدا من البروتوكولات المنظمه على شكل ليرات. هذه الليرات تبدا او هذه البروتوكولات تبدا من الطبقه الثالثه اللي هي الانترنت لاير، وصولا الى طبقه الابلكيشن لاير. فهنا عندنا مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالـ TCP/IP. تلاحظ هنا الـ TCP/IP Communication Protocol عندنا يبدي منا من الـ IP إنه TCP، HTTP والديتا. هذا هو الفريم الخاص بالـ TCP/IP بروتوكول. تلاحظ هنا هذه البيانات أو هاي جزء الرسالة اللي بيها البيانات، بعد ذلك أضيف هيدر وأضيف تريلر. الهيدر هو الترويسة، والتريلر اللي هو ذيل الفريم. فإذا راح تلاحظ أنه هذا الفريم يتكون من مجموعة من الأجزاء، كل جزء مسؤول عنه بروتوكول معين. يضيف هذا البروتوكول مجموعة من المعلومات حتى من نرسل الرسالة من الكلاينت إلى السيرفر أو من السيرفر إلى الكلاينت راح تتعرف عليها كلا طرفي الاتصال. في هذا المثال راح
نحاكي عملية الاتصال بين طرفين، بين الكلاينت وبين السيرفر. فهنا اولا الويب سيرفر محضر صفحة ويب يريد يعرضها او يرسلها الى الويب كلاينت، اوكي؟ فراح تتم العملية بالشكل التالي. هذه صفحة الويب اللي هي عبارة عن صفحة يريد يعرضها او يرسلها الى الكلاينت، تتكون مجموعة من البيانات. هذه البيانات راح اول شيء تقسم، اوكي؟ بعد ما تقسم يضاف لها هيدر اسم ال HTTP. بعد ما ينضاف الهيدر مالت ال HTTP اللي هو معلومات عن مثلا الفيرجن مال ال HTTP ومعلومات اخرى مضافة الى البيانات. بعد ذلك تنزل الى طبقة TCP او الترانسبورت لاير. بالTCP هنا راح تتقطع، مو قلنا هنا البيانات هذه الرسالة راح تتقطع الى سيجمنت، هذا واحد من السيجمنت اللي موجودة بالرسالة. فهنا راح ينضاف رقم مثلا السيجمنت هذا، رقم الخاص بالسيجمنت هذا من خلال TCP وبعض المعلومات الاخرى عن الاتصالات، اوكي؟ بعد ذلك ايش راح يسوي؟ راح يرسلها للطبقه الادنى من عندها اللي هي طبقه IP. راح ينضاف عنوان IP مالت السورس ومال الديستنيشن، وبعد ذلك ايضا راح ترسل. فهنا راح يصير عندي IP باكيت، هنا IP او TCP سيجمنت، هنا IP باكيت. بعد ذلك راح ينزل الى طبقه النتورك اكسس اللي راح يضيف لها عناوين الماك ادرس، عناوين اقرب اجهزه روتر قريبه الها، اوكي؟ فراح يصير عندي فريم. هذا كله هسه صار عندي ما يعرف بالفريم. بعد ذلك راح يرسل، راح يحول الى اصفار وواحدات او بتات حتى يتحول الى نبضات كهربائيه او ضوئيه، ويرسل الى على وسائط النقل الخاصه بين المرسل الويب سيرفر والويب كلاينت. بعد ذلك راح تصل الى الويب كلاينت. من توصل هذه الرساله بهذا الشكل، راح توصل على شكل فريم الى الويب كلاينت. الويب كلاينت هنا ايش راح يسوي؟ راح يشيل الايثرنت، طبعا مو الويب كلاينت وانما هنا الروترات هي راح يشيل الايثرنت هذا حتى تعرف انه هل الرساله جايه لها، نعم جايه لها. فتضيف تضيف هنا، طبعا هي جايه لها بشكل مباشر لكن هي بالحقيقه رايحه وين؟ الIP مالت الويب كلاينت. فهنا وصلت الى هذا الروتر، الروتر راح يشوف الى الماك ادرس مالته ويشوف الى الIP. من يباوع للIP راح يلقى افضل مسار حتى يوصل الى الشبكه الخاصه بالويب كلاينت. طبعا هذه العمليات كلها عمليات معقده راح نتعرف عليها ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. على العموم فالان طبعا اكون سريع لان الوقت جاي ياخذنا، فما الحق يعني انطيكم اكثر المعلومات. على العموم فهنا الروتر هنا اللي موجود هنا عرف انه الIP خاص بشبكه معينه، فراح يرسلها باستخدام هذا الIP الى شبكه اخرى قريبه عليه. راح يخلي هنا يضيف الايثرنت او يضيف الماك ادرس مالت الروتر اللاحق، اوكي؟ يضيفه ويرسله الى ان يوصل الى الروتر اللي مربوط مباشره مع الشبكه الخاصه بالويب كلاينت. فهنا من يوصل هنا الروتر ايش راح يسوي؟ راح يرسل الرساله، ايضا يغير الايثرنت الماك ادرس الموجود هنا الى ان يكون هذا الماك مالت الويب كلاينت. من توصل رساله للويب كلاينت راح توصل بهذا الشكل على حطته هذه. ايش راح يسوي الويب كلاينت؟ راح يشيل الايثرنت، يلغيها، يشيل الIP لان هو الIP مالته، يعني يشوف انه الIP مالته، اوكي راح يشيله، يشيل TCP، اوكي اللي هو رقم السكشن او رقم السيجمنت اللي اجا، وال HTTP راح يعرف انه هذا من نوع HTTP، وينتظر انه هذه السيجمنت تكمل، لان هذا مو سيجمنت واحد وانما مجموعه من السيجمنت راح تكمل وتتجمع على شكل رساله كامله، صفحه ويب كامله، وبعدين تنعرض بالويب براوزر على شاشة الكلاينت، وبذلك تنتهي